بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح حفظكم الله رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه باسمي ونيابة عن إخواني الوزراء إلى سموكم حفظكم الله بخالص الشكر والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولاها لنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظهم الله ورعاهما. وبناء على ترشيح سموكم حفظكم الله لنا لمشاركة سموكم في حمل أمانة إدارة شؤون البلاد، وهي ثقة تضع في أعناقنا مسؤولية وطنية عظيمة تستوجب بذل الجهد ومضاعفة العمل الجاد من أجل النهوض بوطننا الغالي لما يحقق مصالحه العليا ومكانته المتميزة وما يتطلع إليه أهل الكويت الأعزاء نحو مزيد من الازدهار والرخاء. سمو الرئيس، إننا نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم نعاهد سموكم بأن نكون خير عون وسند لسموكم، متعاونين متجانسين ومتضامنين بقيادتكم الرشيدة في أداء ما كلفنا به على الوجه الأفضل. سمو الرئيس، لقد استمعنا باهتمام بالغ لتوجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة التي توجب على الجميع الإسراع في استثمار الطاقات والجهود وتوحيد الصفوف لتنفيذ الخطوات الإصلاح ودفع عجل التنمية في البلاد وفقا لما جاء بمضمون كلمة سموكم ومن خلال مسؤولياتنا في إعداد وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين الأعزاء وتسريع استكمال مراحل التطوير والتنمية في كافة المجالات والنواحي. ولا شك أن هذه الحكومة تظللها أجواء من التفاؤل السياسي والدعوة إلى التعاون المثمر البناء مع مجلس الأمة وفقا للثوابت الدستورية لتسريع خطوات الإنجاز وتحقيق الطموحات والآمال. وإننا نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم سموكم بمواصلة الجهود دون كلل أو ملل لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما بقيادة سموكم وبتعاون إخوان الوزراء كفريق واحد لخدمة الوطن والسعي لتحقيق نهضته وازدهاره، مع التأكيد على استمرار كافة الجهود لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحمايته وإعلاء راية القانون لينعم المواطن وبالاستقرار ومزيد من الرفاهية والرخاء. سمو الرئيس، إن الكويت وأهلها أمانة غالية في أعناقنا، ونعلم جميعا بأن التاريخ لا يجامل لمن يقصر في أداء الأمانة وصون وطننا الغالي وأهله الكرام الأعزاء. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على حمل الأمانة وبذل المزيد من العطاء من أجل دولة الكويت وأهلها في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.